سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جينا بوصفه تاع لي سالي، يعني حنديروا اون توخت بلا بات بريزي. واش نحتاجوا في الوصفه تاعنا هذه؟ نحتاجوا هنا عندي 150 غرام تاع زبده، انا خرجتها جا مقبل باه يعني تطرالي يعني وتسهل لي المهمه تاعي في يعني كي ندخلها في الفارينه. عندي 300 غرام تاع فارينه، ونلموا الفارينه تاعنا بحبه تاع يعني البيض، وبيان سور نحتاجوا الملح. نبداو على بركه الله في الوصفه تاعنا. حاجه نديرو نحطو الفارينه تاعنا اللي هي 300 غرام تاع الفارينه، ونحطو فيها الزبده. كما قلت لكم الزبده دائما تخرجوها قبل يعني باه تجيكم سهله يعني تكون طريه هكا. واش نديرو؟ نحاولوا ان ندخلوا هذيك الزبده في الفارينه تاعنا هكا، يعني بسوها مليح مع الفارينه حتى تشوفوا يعني الفارينه كامل دخلت فيها هذيك الزبده. يعني هذوما المقادير تاعها مضبوطين، ويعني صراحة يعني أنا ملي يعني نعتمد عليها يعني في لاباط بغيزي هذا واش يعني ندير. كيما شفتوا يعني ما فيهاش يعني مكونات بزاف. أنا هنا راح نزيد شوية تاع الملح، حوالي يعني مغرف صغيرة تاع الملح. اليوم باذن الله نديرو يعني اون توخت هنا فيما يخص هذوما المقادير يعني تاع الطلبات بريزي. نبداو صح بها، ومن بعد نروحو نشوفو الحشو واش راح نديرو اليوم في الحشو نتاعنا، لانه كما تعرفوا لاباط بريزي دائما اللي ديروها من قبل وتخليوها يعني في الثلاجه يعني شويه حوالي نص ساعه في الثلاجه باه تشد روحها. انا هنا كما راكم تشوفوها يعني دخلت الفارينه تاعي كامل، دخلت فيها الزبده. هنا واش ندير؟ نزيد يعني نلم الفانينه تاعي بالحبه تاع البيض تاعي هذيك. يعني ما تعجنوش، يعني نتوما حاولوا انكم تلموا فقط. يعني هكا يعني نورمالمون ما تحقوش انكم يعني تضيفوا لها الماء، يعني غير لكان شفتوها فريمون يعني ما تلمت لكمش. كيما تعرفوا كاين يعني الفارينه اللي تشرب، وكاين الفارينه اللي ما يعني ما تشربش الاخر. ما تزيدولهاش يعني كما تحتاج ما تزيدولهاش. كيما راكم تشوفوا تاعي راهي قاعده تتلم يعني بالاقل. هلا هلا هكا لموا فقط يعني ما تعجنوهاش. تأكدوا فقط مليح انها يعني تلمت لكم مليح يعني الفارينه. هلا كيما راكم تشوفوا فوالا هاي لاباط بريزي هاي تاعنا، عفوا هاي لاباط بريزي تاعنا هاي. انا هنا نحطها في ان بابي فيل ونحطها يعني في الثلاجه مده حوالي نصف ساعه، يعني لو طون لي نوجدوا الحشو نتاعنا. هكا هلا هكا نحطها كيما قلت لكم مده 30 دقيقه، ونروحوا دروك مع بعضنا نوجدوا الحشو نتاعنا. حبيباتي بعد ما خلينا كيما قلت لكم لاباط تاعنا يعني لاباط بريزي تروبوز يعني مده 30 دقيقه، دوك نروحوا نوجدوا مع بعضنا الحشو. واش نحتاجوا؟ اول حاجه هنا حنديرها بالسلق، يعني لا توخت حنديرها بالسلق. هنا غسلت السلق تاعي وقطعته كيما راكم تشوفوا هنا حوالي عندي زر بطاط تاع السلق. هنا البصل كيما راكم تشوفوا هنا شكل كيما قطعته يعني طويل. عندي هنا الثوم، عندي بيضتين، شويه تاع لاكريم فريش.
هنا شويه فرماج يعني اختياري فرماج و شامبينيون كيف كيف اختياري بيان سور الملح و نسحقوا ثاني لي زيبيس. هنا فيما يخص يعني الحشو كما دائما راني نقول لكم كل وحده والذوق تاعها، كل وحده واش تحب دير. يعني اللي تحب بايزوم دير بولي هاشي، تحب دير فيوندا هاشي، اللي يكون عندها بايزوم بالدجاج يعني كان بقى لها الدجاج يعني من لافاي ويعني تفتو ودير، لكن الاختيار انك واش ديري الحشو. نبداو على بركه الله نطيبوا الحشو نتاعنا. اول حاجه نديروها نديرو شويه سمن هكا، نذوبوا شويه تاع سمن كما يعني تعودتوا دائما انا نطيب بالسمن. اللي عندها هنا زيت زيتون تقدر دير زيت زيتون. فوالا نديرو البصل نتاعنا كيفاش شفتو درت بزاف البصل، يعني حابه نكون فيها يعني البصل. نزيدو الملح كما تعرفو هنا مزيدوش يعني ملح بزاف، شويه تاع ملح هنا. خليو البصل تاعنا يتقلى مليح يعني حتى يدبال، يعني يدبال شويه ما تخليش يعني يعني يدبال بزاف. كما شفتوا هنا يعني البصل تاعي او بدا يدبال يعني هكا. هنا واش راح ندير، راح نزيد له السلق ونخليه يزيد يدبال معاه يعني حتى يطلق الماء تاعو كامل. هنا كما تعرفوا يعني السلق يعني مفيد في يعني الحديد يعني لو فيغ. نحطو الكمية تاعي كامل تاع السلق ونخليه يعني ابتي فو يذبح حتى يدبال. كي يدبال نكملو نزيدو المكونات الاخرين. هكا تخليوها ابتي فو حتى يدبال يعني السلق تاعكم ونعاودو نوليو. تشوفو انا حبيبتي انا خرجت لاباط تاعي يعني لو طون لي تيب دي السلق خرجتها باه نيطاليها في البلاطو هكا كيما راكم تشوفو هنا، لان يعني حنحطها في الفوغ طيب نص طياب ومن بعد نعاود نخرجها باه ندير فوقها الحشو يزيد يكمل يعني الحشو يطيب فوقها. شوفو هنا انا راح نحل لاباط نتاعي. هنا درت في الورق الزبده يعني باه يسهل لي المهمه، يعني باه نقدر نحطها يعني في البلاطو فاسيلمون. نحلوها يعني حوالي 1 سنتيمتر. يعني لا بات بريزي هذه تقدروا يعني لازم طيبوها لا يعني توجدوها لا فاي يدخلوا على قد ما تبقى في الفريجيدار على قد ما تكون يعني مليحه. كما تشوفوا راني ندور في الاخر بنحل يعني الاطراف كامل هكا. دوك نحطها يعني حليتها، دوك نحطها في البلاطو نتاعي. يعني ما تخافوش كي تحل لان يعني مبصة. فقط يعني عدلوها مليح وحاولوا انكم يعني تطلعوا الاطراف باسكو كيما تعرف لا بات بريزي تزيد يعني تطيح. انا دوك نديرها في البلاطو نعاود نولي لكم. شفتوا هنا اني درتها كامل، نحي هنا الحواف يعني باه تجيني كامل كيف كيف. هكا نديرها بالفرشيطة نحط على 180 درجة تطيب نص طياب. كيما تشوفون حبيبتي او بدايد او دبال يعني السلق تماما انا او بدا يطلق يعني في الماء تاعو.
هنا نزيد الثوم تاعي ونبدا نزيد في ليزيتي. انا هنا راح ندير شويه تاع راس الحانوت فلفل الكحل سكنجبير وبيان سور شويه تاع قزبر. نخلي هذوك التوابل يدخلوا مليح مع البصل والثوم تاعنا والسلق. فوالا هكا هنا نزيدو الشامبينيون تاعنا. كما قلت لكم يعني هنا شامبينيون يعني اختياري كما تحبوا. اللي يحب يعني شامبينيون يدير، اللي ما يحبش كما الحشو كما قلت لكم يعني اختياري كيف كيف. انا فقط نقص على النار ونزيد نخليه يطيب ابتي فو. هنا هكا نزيد نخليه يزيد يطيب شويه ونعاود نوليه. انا بعد ما طابلي كلش نزيد الفرماج نتاعي. هنا اني طفيت اني على السلق نزيد البنزين الفرماج تاعي هكا. انا نخلي الخليط تاعي هذا على جنب يعني يبرد وروحوا نشوفوا لاباط نتاعنا اذا طابت. شوفوا انا حبيباتي لاباط تاعي اللي خرجتها وها هي لافارس تاعي. كما قلت لكم هنا درتها نص طياب. واش نروح ندير؟ نروح نفرغ الحشو تاعي هذاك في وسط لاباط يعني ونيطالي هكا نوزعو على الكامل تاع لاتوخت. فوالا هكا كيما شفتوا يعني ايطاليتها على كامل لاباط نتاعي. نخليها هكا على جنب باه نروح نحضر لاكريم اللي راح نديرها على الوجه تاع هذا لاتوخت نتاعنا. هنا نحط شويه تاع كريم فخاش هكا. نحكم بيضتين هكا البيضه الاولى نزيد ندير البيضه الثانيه بيان سور شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل هكا نخلطو. هذا يعني باه يعني تجينا نكوش حمراء من الفوق يعني غراتيني من الفوق. فوالا نحطوها كامله هكا كيف كيف نطاليوها على الوجه تاع لاتوخت نتاعنا هكا بالعقل يعني ديوها كامل لاتوخت. فوالا هكا هكا كامل الوجه نتاعنا وميم طون يعني لاتوخت ما تجيناش ناشفه. فوالا فوالا هكا نحطها نزيد نعاود نرجعها في الفوخ يعني حتى تكمل طيبنا لاباط ويحمر لنا الوجه ونعاود نخرجوها. حبيباتي لاتوخت تاعنا راهي واجده كيما راكم تشوفوا. فوالا حمرت شويه من الجوانب كيما راكم تشوفوا الوجه تاعي تاع الحمار. هنا راح نقطع لكم يعني مورسو باه تشوفوا. هكا نجي نهز فقط كيما راكم تشوفوا هكا. هلا عاود تشوفوا كيفاش راهي راهي يعني صراحة راهي تشهي. هلا ان شاء الله تكون الفيديو هذه يعني عجبتكم وان شاء الله يعني تجربوها. انا مالي غير نقول لكم شاركوا في القناة ليصلكم الجديد وما تنسوش يعني فعلوا الجرس. بالتوفيق للجميع ومع السلامة.